years old. Yeah, he is. Daddy, I have to see it. Sick. هادي 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 يقول عاش بك يقيم لولادي الطفل مغروم بقرايته وماشي في الطريق اللي نحبه يقوم وحده ويشرب قهوته وحده ويمشي للمكتب وحده هكا طالع رجال من صغرته ومعول على روحه ربي يهدي ما تنساش مفاتحك شديتوني سلمت في القرايه نتاعك وشادد هوني ليه ما انا قرات الصباح جيت نعمل عليكم في طله اي تعمل في طله اي اسمع دايرين بها برشا اما هي متوفيتهم الكل شكون مانيش فاهمك راه علاش تحكي يالا هذاك ظهر لي شاف قبل الادوار نتاعك الكل الحق قالت لك حاجه قلت لنا برشا حاجات تصوير تسيرين وما ادراك انكولا تشري قديش اعطي سومك نجم توصل لها جواب إذاك اللي بيك أنا من اليوم البستاج متاعك أما ما فيق بينا حد عاد يا نار عليك دينار واحد نعطيك التصويرة ونهز لك الجواب ونرجع لك الجواب متاع سيرين زادة تحبش هك العشية العشية نجيب لك الفلوس ماضي ثلاثة في الجنينة تمشي استنسى بان ولاد شبيك لتوا؟ سيدي الكار سيدي جيت في الكار يا اخي وقفت بينهم بان الكار جات كار اخرى طلعنا العباد الكل في الكار الاخرى يا اخي مرة سرقوا لها السوشة هبطونا للشرطة العباد الكل فركسونا وبعد عاود الكار وقفتهم بان مرة اخرى يا اخي ذي تاكسي وجيت توا انت عندك اكثر من اسبوع كل يوم تجي مخر بربع ساعة ولهذا مش ارتاح وما ترجع كلمة تجيب الولي متاعك امان سيدي عايش كذي اخر مرة والله الكار سيدي والله قلت لك ما ترجع كلمة تجيب الولي متاعك بابا في سفر فضل هذا 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 هذا
ها يا شيخ، هذا بقى لك نحبهم سينيور. يا ترى ماشي لي دو فان فيو، واحد باريلي، واحد حوت، وقريات ميكس سوفريت عايش شويه يا ريس. انت ساك سته شو مجيبك انت؟ مشيت نام في طل. مقراش اليوم؟ عندي ساعه كروز ما لقيت وين نمشي. افطر. لو حط له طاوله غادي خليه يفطر. هبش بحبش فطرت. ماشي زوج بولات يا. سيداتي سادتي، طاقم الطائرة وقائدها السيد فلان فلاني يرحبون بكم على طائرتنا. تستغرق رحلتنا إلى مطار الفلاني. الرجاء ايجا كل قد ما خبش بها قلبك. الرجاء قراءة التعليمات المتعلقة بسلامة المسافرين والموجودة أمامكم في جيب المقعد، كما نرجوكم ربط حزام المقعد وعدم تدخينه. سيدتي سادتي، طاقم الطائرة يتمنى لكم رحلة سعيدة. عسلمة سليم، تفضل. تفطروا سليم، تفركسي في حويشي؟ ولينا بالجوابات وبالغراميات. هذه الرباية اللي فيك خلي المفهمة من بعد تنمشي له الحبايب عندك في جوابات، إلا ما نكسر له خليقته. حاجة ما تخصكش هذا الجواب الهوني. سيب سيب ساقك البرة ما عادش تحطها، فهمت؟ بنية كيفك من تعالى تعمل على العمال. مهمكش تلهي بروحك، هات الجواب لهوني. عندك أموال نرجع لي الجواب. والله لتلك حتى فرانك نهار كله تتلهمك في الفلوس. وابه ما لا تو نعرف لشكون باش نوصلوا هالجواب. سليم هات الجواب لهنا. سليم رجع لها جواب نعطيك فلوس. لا ما تعطيه حتى فرانك. قداش تحب؟ طيب مش خدك ما تعطيش فلوس. Thank you.
انا مش تبعت عليك مع الجيران. حكيت فلوس، يلزمني فلوس. وجايني حطلوني؟ يلزمني كراسه، كان ما ننزلش العشاء يطردوني. قداش تحب؟ ايه 500 فرنك. ليش؟ نعم 500. عود فقد حوايجك من الليل، سمعت؟ اي تم مع الجيني الهوني عايش ولدي. شفتك مره متعديه. قيس اهلا سليم. شنو سليم؟ جبت الفلوس كما تفهمنا؟ اباي اه ودينا هذه التصوير، خبيها ورد بالك عليها، راهي عزيزة وغالية. عطيتها الجواب؟ يا اخي نلعبو ويظهر لي باش تجاوبك اليوم. ها مش جوابات، ها والحب باش يعمل. ايه ملا ابوني، بعثتك تقضي. يدي طفلة تعرفش ايش فيه الجواب، وزيد تتكلم بالنغمة. يا حاتم اقرهولي وتر جمهولي هولي هولي. خيبتي ظني فيك. تعرف سليم كان جيت كيفه ما عادش نظهر وجهي، تفك عليه انساها. يدي نحلف عليك يرفهم هاك الكتب متاع الحب والغرام. حتى انت جاي تتفاف ما تعرفناش بنت شكون. تقعد بيه يمش الحب اعمى اعمى. سليم يا سليم سيب علي، نعرفك راجل وقلبك صحيح. سليم تبكي صار الحكاية بالمجدد؟ ما ثم كان هي في الدنيا يزي بالكيك تبكي على خاطر طفلة؟ هكا توا تهذ رجولية تتفاها شوف غيرها. هاي سليم شبابه. ها قد الوقت تو شو منبع عليك؟ انا ما قلتلكش من الدار للمكتب من المكتب للدار، لا صحبه لا خلطه لا حد شيء. وقتاش خرجت من المكتب سيدي؟
لا ما خرجتش ما زلت ما تردش عليه ما تلاقشنيش كي نقدر نتكلم فيك اسمع لي كاو شنو انا نتكلم وهو يتكلم معايا شكرا حالة اللي فيه هاي يا سيدي من غدو قط شعر ما عادش نحب نراها المنظر هذا سد استنى شبيك هذا الكرطابة هكا باش مرزل بابا عندي مشكلة نحب كلمة لا قص شعرك وبعديش اجي تناقش معايا هاي صباح الخير Je passe le plus clair de mon temps à neutraliser mes enfants.